أملول المركز الرابع هنالك مساحة لعبيد بن محمد بن مرخان. الاكتبي المركز الخامس هنالك أيضا متعب لمحمد بن سلطان بن رشيد. السويدي من يقدم لنا انطلاقة متعب مع خامس المراكز. المركز السادس هنالك ناصي أرحم بن سلطان بن سيف. العواني النعيمي من يتقدم بسادس التحديات. المركز السابع هنالك ايضا رايق لخليفة بن عبد الله بن راشد. الاكتب المركز الثامن وصل رسال لخليفة بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا رسال. بينما المركز التاسع هنالك اللي واصل الماس ايضا ثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة الفلاسية من يقدم لنا انطلاقة ايضا الماس. بينما المركز العاشر هذا هو اشكر لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري من يقدم لنا انطلاقة اشكر مع المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الاولى المتقدمة على هذا الشوط. ولكن العودة مع المقدمة بعد الصدارة الأولى. هذا هو الشباب اللي على المقدمة والصدارة لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي من يقدم لنا الشباب بأول المراكز بأول التحديات. بينما المركز الثاني هذا هو زعفران لهجنس السلم وسيب بن أحمد بن خريدة السبوسي من يتابعه ويرافقه في عملية تضميره وتدريبه. بينما ثالث التحديات هذا هو مساح عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة مزاح. المركز الرابع حيث القدوم القدوم والوصول مع رابع المراكز هذا اللي على المركز الرابع شعار ايضا بالرشيد السويدي من يقدم لنا متعب هذا ومتعب لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الخامس هنالك القدوم والوصول من ارسال لخليفة بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا انطلاقة ارسال مع خامس التحديات. ولكن العودة مع المقدمة مع الصدارة الاولى مع البداية هنالك ايضا اللي على المقدمة شباب لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي من يقدم لنا شباب. بينما وصل متعب بثاني التحديات لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا انطلاقة متعب بثاني المراكز. المركز الثالث هذا هو الزعفران لهجس السلم وسيف احمد بن خريدة السبوسي. المركز الرابع التحديات يا سلام وصل مساح عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي. المركز الخامس هذا اشكر اللي على خامس المراكز لسعيد بن راشد بن سعيد اليابري من يقدم لنا اشكر بخامس المراكز. ولكن الغلاف الجوي الكيلومتر الاخير الكيلو والمثير يا سلام راح متعب راح وانفرد عن البقية متعب على الصدارة. والله يبي يتعبهم ويبي يحرجهم محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا متعب. دير بالك يا مالك متعب ترى الجماعة واصلين قادمين. وصل ايضا ترياج لحمد بن سالم بن سعيد بنحلوك من يقدم لنا ترياج بثاني المراكز بثاني التحديات اشقر مع ثالث المراكز سعيد بن راشد بن سعيد.
لكن راح راح متعب راح راح وطار طار نحو الفوز نحو الانتصار. بسم الله ما شاء الله وتبارك الله. بس يا اخوي بس افخر يا مالك متعب تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثاني. وصل هنالك ايضا ترياجي حمد بن سالم بن سعيد بن حلوك المركز الثالث. اشكر سعيد بن راشد بن سعيد اليابري. هكذا هي النتيجة. المركز الرابع كان هنالك الشباب محمد بن غريب الدرويش الفلاسي. هكذا هي النتيجة للأربع المراكز الأولى. المركز الرابع كان هنالك شعار اليابري. اشكر سعيد بن راشد بن سعيد اليابري. المركز الخامس كان هنالك ايضا بخامس المراكز شباب محمد بن قريب بن درويش الفلاسي. التوقيت الزمني يلي بي ايضا 6:27 دارين والناموس لمالك ايضا متعب محمد بن سلطان بن رشيد السويدي والتاني والناموس لجميع الفائزين.